بعد اختفاء الطفل قامت وحدات المجموعة الإقليمية مباشرة باتخاذ جملة من الإجراءات وذلك بتفعيل حملة واسعة نطاق للبحث عن المعني وتوجيه نشاط الوحدات من خلال السدود والدوريات للبحث عن المعني بالاستعانة بفصائل الأمن والتدخل وكذا استعمال الاستعانة بثنائي السنة التقني بفضل يعني التوصل إلى معلومة على مشاهدة هذا الطفل بأحد المحلات بوسط مدينة الأغواط حيث تم العثور على هذا الطفل في ظروف صحية جيدة للإشارة أن هذه القضية ليس لها أي علاقة بقضية خطاف وإنما قضية عادية كل كنت تكار قلت له لحني في الأقوات خكي هبط في الأقوات ما ما قيتش مسخة بروحي ما قيتش أنا هبطت بديت ندور ندور ما قيتش هذيك هي ما عرفتش أنا حتى جا درمية ما عرفتهم بصح كثر خير الشعب كامل وكثر خير الدرك المشي اللي مشى